عمو ده ابو عزاب. انت مالك ملاحظ هيك ابو عزاب ما بيجي غير وقت المناسبات، ما بتشوفه دور وعطول ماله معك. بشرفك بشرفك، مين متقرب منك اكثر، انا ولا ابو عزاب؟ هلا مزبوط مزبوط كلامك، في شك في الموضوع، اكيد انت متقرب اكثر يعني انا وانت مع بعض. يا زلمه ما بعرف ايش داعي لك يا زلمه، بس بتشوف وقت المناسبات، مالك حس ومصلحه جيب ربك؟ مصلحه؟ طب انا هيك حسه يعني، رفقت عمر كلها على الفاضي عنده، حسيت هيك ببيع بقشره بصلي. ما بعرف، كل واحد في قلبه ما بعرف، انا بتعامل مع الناس طيبة قلبي، بتعامل معهم باخلاقي، خلص كل واحد بتعامل معه بطريقته. شيلك منه هيو، هيو بشريك؟ لا اطلب منك طلب، بس خجلان الله يعملك. لا لما تقول علي مصلحتي كذا. لا يا ابو حميد، انا من ايمك تقول هيك؟ اخوي انت احمد ولو فوق، لا تخجل بيناتك هيك قصص. ايوه انت بتعرف يعني ايه، يعني صار راس الشهر وعليك اجار بيت واجار هذا السمان اللي عم نتدين منه، يعني صار عم نتدين منه شي 5000 وراه، واجار بيت ملم يعني. فهمت عليك، لا تكمل قد ايه بدك؟ يعني مو مستاهل المعلم، شي 15000 ورا بس؟ بس يا زلمة تكرم. انا كم احمل عندي؟ على راسي يا ابو حميد. انت لا انت معلمنا، لا انت انت تاج راسنا معلم. حبيبي يا ابو حميد، حبيبي يا حموده. سيك هي الكات، اصحاب المبلغ بتحبه ورجعوا الشفرة ذات اللي بتعرفه. ايه انا اللي بعرفه، توكل على الله. نفس الشفرة كمان؟ ايه نعم. ماشي حبيبي يا حمود، والله ما بعرف، ان شاء الله برد لك يا بارب. لا 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 ما مشكله، لا تعذب حالك. يلا بدك شيء؟ سلامتك، ان شاء الله بجيب لك يا بكره الكرت. ما مشكله، يلا سلام. سلامات سلامات. خلصت؟ الله يعطيك العافيه. بدك شيء؟ ما لازمك شيء؟ انت قلت لي ابوك ميت زماناته، وانا قلت لك انا مثل ابوك صح؟ شلون بصير عليكم دين وما بتخبرني؟ سيك هاي المصاري بتعطيها لامك وبتقلها هذا من معلمي، ومن هون ورايح اذا بسمعك بصير عليكم مصاري او دين ما بتخبرني راح ازعل منك. ها دير بالك حالك، يلا طبق طف الضواوي واطلع على البيت، انا رايح على البيت. بلزمك شي بتخبرني الي؟ بركة حلوة ما هيك يا شباب؟ اي أيوة والله، والله صار زمان ما بركنا هالبركة يا شباب. لا ما في ما في حدا غيرنا هون. اريح يا زلمة، اريح. ابو عزام نايم لك نومي على الجبل. جحا جاب وجحا كذا. يا ريزك. بس شفت انا صرت بدلو. ايه هيك جو ملل، ضلوا هيك قاعدين، خلصنا البزر. خلصنا الجبسة، خلصنا الأرجيلة، الكولا، هيك بدنا نضل؟ ما بعرف شو بدنا نسوي. أحمد أنا جايب ورقة شد بالسيارة كلي، خود جيبه ونطلع. ما عم جيب ورقة شد، بدك تلعب تريكس، نحن ثلاثة. ونلعب ثلاثة، نلعب كوكان، أنا جايب شدتين. نلعب طبق ثلاثة، نحن نلعب ثلاثة. لا أحمد طيب، عم شريك بالتابلو يمكن هنين يا أما بال شو اسمه؟ محل الكاسات على السريع. ديروا روحوا تاع السريع هون. انا بدي على السريع احمد، احمد انا بدي اسمع عن الشغل عن جد. يا زلمه اضربك كف يا زلمه، هو شغله انا صار الصبح اليوم. انت ما عندك شغل لا شغل ولا عمل، بس انا زلمه شغيل على قليل، انا دوم جنب محمد مو مثل حكايتك. هلا روح يا زلمه لك عليه ابو عزاب، عم عندي صاير بدك عزايم لحتى وش حاطه؟ لا والله مشكله شغل، مشكله شغل، لكن ما هو ضل شي نهار لحتى بس ما بديت ما بحسن يا
إيه بس مو لهالدرجة يا ندل. أنت بتعرف وضعي كمان، وضعي شوية تعب بس الحمد لله على كل حال. لا يا أبو عزاب أخوك هون وكنت تحتاج. لك والله على راسي يا محمد، بس تخيل واحد إذا ما اشتغل بعرق جبينه وأكل عرق جبينه فاضي. أمرني أنا عندي. لا يمر عليك ظالم، لا يمر عليك والله. والله انا ما عندي هالعاده انه ارقد ورا هذا وارقد ورا هذا واخذ مصاري من هذا وفلان وفلان، لا انا معي ليره اليوم بصرف هالليره، عرفت شو؟ على مثل ما بقول لك عد الحافظ مدزين. السلام عليكم احنا رجال والله. عليكم السلام. تحكوا معي؟ ترى لك شو؟ ترى شوف شايف حدا غيرك هون يعني؟ ايه ابو عزاب اسمعني، إذا بلزمك شيء ما بتخبرني والله لا أزعل منك. ها والله الحمد لله، الحمد لله الله مفضل علي والله سيطر الحمد لله، يعني عم ناكل وعم نشرب وكله الحمد لله خير وعايش ملك الحمد لله. شوف لي وضعك شو بدك يا زلمة؟ شو بك يا زلمة؟ استنى شايف السكينة؟ ساعة عم سجل. شو 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 بدك بس اللي شو 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 لازم كن؟ احلى شباب والله شو شو لازم كون؟ شو بدك؟ شباب ايش في معك كله طلع؟ أنا أنا, انا 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 زلمة درويش والله، انا انا زلمة درويش. بدك مصاري؟ بدك مصاري؟ حبيبي شو في بجيبك طلع عشان ما فضي لك كرشك قدامك على السريع على السريع. والله ما عندي شيء يا معلم، والله ما عندي شيء. على كل شيء بجيبك. لا لك والله انا زلمه درويش، والله العظيم درويش بالزرع ما يجي اهلي. اجن ساعه يلا طالع ايش في بجيبك على السريع. اسمع اسمع لكم بس شغله، بس بدي لكم شغله، اتمنى تسمعوني يا شباب بس اسمعوني. مو بدكم مصاري ولا شلون؟ في بدي لكم انا رفيقي والله العظيم. شكله بدي يعجزني انا. طوب لك طوب لك والله العظيم في رفيقي هداك اللي بينك وبينك شايفه هداك مليان مصاري، عنده جراند روفر. ايش بدك عنده؟ ايدك ايدك بدك. والله انا درويش والله باخذ مصروفي منه كل يوم. وينو رفيقك؟ هذاك هذاك البيرك شايف، مو هذاك هذاك المنغولي الثاني، هذا هذا اللي بس شيال هيك ريال وشرب. هذاك معلم مليان مصاري بحر، ما شايف البحر نفس البحر. شو بدك تجيب لي اياه؟ انا اجيب لك اياه؟ انت لك تجيب لك، انا بدي اجيبه. روحوا انتوا عليه هون، روحوا شو تخبص لك؟ مليان بوليس هونيك، شو بدي ياخذني لهونيك؟ شو عم تسوي هون معنا؟ حكى علينا؟ انا ليش بيرك هون؟ يعني ما فيك تروح انا اروح اتخرج ساعتين؟ كيف وشلون ما بنعرف، بدك تجيب لنا اياها لهون. لهون بدك تجيب. ايوه ظبطها بدك تجيبه. يلا طيب ماشي، يلا ياكلها. اي حركه غلط بجيبك للصبح انا هون. ثانيه زلمه موزعين هون بجيبك. رقد خلص انا بروح هيك. ايوه خلي اروح مشوار. خاف انا بدي كله دبره هلك هلك امريكيه يعني ولا لازم امريكيه يعني. بس والله صعب ايدك، خاطر شوي شدت. ها شدت شدت ايش؟ نلعب ورا. وين بعتناك؟ انا كنت راجع شد. ما شفتها يا زلمه، ما شفتها يا زلمه. روح انت ولو روح انت روح شوفها وشوف وين حيطلع. اذا ما لقيتها انا بروح انا بروح. لا خليك بدي احكي لك نكته. انا عفوا في شغل بيننا، لا تلتزم معنا. روح ما بصير انت تروح، هذا انا بدي اروح هات مفتاح. لك لا خلص خليك احكي لك شغله بعدين بحكي بعدين نحكي. بس ارجع بدي احكي. لا خلص انا بروح ما بصير انا بدي اروح. خذ اركل يا اخي. اليوم ما بدي اركل هذا. خلص بالله عليك يا ابو عزاب. خيو انا بدي اروح. بالله عليك خليك. والله لا تعذب. خلص عيبه لك عيبه. هو اقول بالله عليك عيبه. في شو في بدي احكي لك شغله يا زلمه. خيو عيبني انا بدي اروح. انا بتعرفني وقت شغله بس اتني مخ كردي بس نحت. خلص بدي اروح. سيك ابو عزاب سيك ما بصير. خلص والله انا بدي اروح. شوي هلا وعيفه. تعال نشرب ارجيل انا وانت. بس ارجع من الشباب. انت مستعجل؟ خلص انا بدي اروح. بس وين حيطلع الشد انت؟ ابو عزاب عيفه خليه يروح يا زلمه. مو بيعرف محله، نحن ما بنعرف محله. هو بيعرف محله. وين محله محمد؟ اللي وين محله؟ بالتابلون يا اما بالتابلون يا اما بتلاقيها محل الكاسات جنبي جنب المحل المحلي. تمام بدي اروح بجيبه. ابو عزاب عيفه. خلص ايش بدك انت؟ ايش بك؟ خير؟ شو بك انت الثاني مالك على بعضك؟ مين انا؟ ايه لا بعضي مكتر، بعضي مكتر. خذ ارجل.
اقول لك بلا اقول لك هاي. اخ والله الله خرطقكم بالشده لما بجيكم اللعب على اصوله. والله انا مستعد. خير شو في؟ انت كاني بحياتك مانك سمعان بكل شيء بجيبك هاتو؟ نزل ابو رشيد. الله شبش مبين عليك ها؟ ايش عم تاكل؟ برغل ولا رز؟ هاتوها من الاخر، شو بدكم؟ من الاخر التل. شو بدنا؟ مو اساس انت ابو المعامل والشركات والقصص؟ ايش في معك؟ انا ابو المعامل والشركات. طالع شوي بجيبك طالع. ما بطلع شوي بس وترت الحكي نبعتك بالزنطة على البيت. لا شوف بعتوني بالزنطة. ايوه شوف لك وترت معي الحكي. لك طالع كل شيء بجيبك ولا ادفنك بارضك. يا سيدي اولاد بس اولاد طلع اولاد. بتطالع المصاري ولا طالع لوزاتك اولاد؟ خلاص طول بالك طول بالك خلاص طول بالك شو بدكم مني؟ ايوه الله انت عين. طلع كل شيء معك ومع مفاتيح السيارة. بس السيارة مو لالي. اوه لمين السيارة لك ولا؟ لرفيقي. لرفيقك؟ هلا قلت لنا انه لك. هلا خلصوني. خذوا كل شيء مني بس لا تربع سيارة رفيقي. ليش ما؟ خذ هي موبايلي. خذهم معلش بس كل شيء لا تربع رفيقي وسيارة رفيقي. شو فضلي خلي ايش في بجزدانه؟ هات لشوف. خذ هي جزداني لحد بعطيك اياها. هي الجزدان. مفتاح السيارة ولا؟ مفتاح السيارة ما بعطيك اياه لو وش ما تساوي ساوي. معناتها بدك تجيب لي الفيور. بدك تجيب لي اياه عم بقول لك. مو عيب اجيب لك رفيقي. خذني الي خذني الي انا وياه واحد. لك انا شو بدي فيك يا ولد؟ انت شرشوح شو بدي فيك؟ بتروح هلا بتجيب لي ابو السيارة وصاحب الشركات. شو عرفك انه عنده شركات؟ لك روح وبلا حكي يلا. رقد. لا وحياتك ولد. روح يفيد اصحابي. محمد ضب كاميرك صح ضب كاميرك والله مبين صاحبك كفو عذبناك معنا والله يا شباب عندي الاثنين احمد وابو عزاب بحبهم كثير بس ما عم بعرف مين فيهم مخاويني لمصلحه لمصراتي ومين فيهم مخاويني عن جد لاني بحبهم. كيف بدي اكشفهم؟ ما بعرف مين فيهم مصلحتي ومين بحبهم. حلك عندي. كيف؟ شلون؟ اسمع هات لشوف شو؟ الخطاب الثاني. شوفي شو القصة؟ فهمني؟ ما في شيء يا صاحبي. بس انا اتفقت مع الشباب هدول القاتل بس لاختبركم انت وحدي. عم تختبرنا؟ ليش مالك واثق فينا؟ لا يا ابو عزام واثق بس انا كنت عم جرب واعرف مين صديق اللي مخاويني مو لمصلحه وين صديق المصلحه. وشو طلع معك؟ انا ما شفت ولا بعرف الشباب هن راح يحكوا لي. شو طلع معكم؟ والله صاحبك كفو بس صاحبك هاد خاص فيك خذوا على اقرب مزبل. ليش؟ خير شو صار؟ احكي لي اشوف. اللي صار باعك وهذا فداك. شو؟ عليك اختار هاي اغراضك حبيبي خذوا ثلاثة القصة كلها تمثيلية. عم تختبرنا؟ ايه يا ابو عزام ايه بس ما لقيت غير هالحل لحتى اكتشفكم. بركت مع الشاب وقال لي لتعرف صاحبك عن جد تاخده من المواقف وهذا الموقف الوحيد اللي لقيته الحل الانسب لاكتشف. احمد كان كتير ليفي علي تاري بس لمصراتي مو لما حبته قلي بينته. على كل حال ما قصرت طبعا وانا عم بقول ليش قصريت الا اليوم تجي
الا تجي اليوم على العزيمه، الا تجي اليوم على العزيمه يا حرق حريشك. بس مشي 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 شباب مشي، خلينا نمشي يلا روح. انا بعتذر امشي معنا امشي امشي معنا.